مساء الخير عليكم، السلام عليكم، اهلين وسهلين ومرحبتين. اليوم انا واش جبت لكم هذا المكواة البخارية، سهلة الاستعمال. ها هي علاه نعتها لكم هي بالذات، لانه هذه مام ولادكم يقدروا يحددوا بها. انا لهنا راه باقي ولدي ولد اختي هما اللي قاعدين يحددوا في تريكواتهم بها. هذا المكواه هذه الماء اللي فيها يجي من الروبيني، يعني تعمري من الروبيني، سهله جدا. فيها قفله تشعل وقفله تطفي، فيها ثاني واحد العمود تنقصي له وتطولي له وتقصري على حسب اللباس اللي راي فيها. او لهنا الولاد يحددوا في تريكواتهم، يعني منه تعلميهم يعتمدوا على انفسهم، ومنه راكي استفدتي انتيا في الوقت الاخر. يعني ماهوش تقعدي غير انتي اللي تخدمي فيهم، وصيفكم تعرفوا يحب اللبسه تاعو كامل، تحب الحديد بزاف، ولكن ماهيش حاجه اللي نركزوا عليها بزاف. ها وهذا هو العمود اللي قلت لكم نقصوا فيه ونزيدوا على حسب الشيء اللي يعني اللباس اللي فيه. وهذا من هنا نعمروا الماء، وهذه الآلات شوفوا البخار كيف يخرج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.